أهلا بكم في ترند. أظهر مؤشر عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن فيروس كورونا مقارنة بعدد السكان بأن مملكة البحرين تحتل المركز الأول عالميا بعد إجرائها أكثر من 314 ألف فحص طبي حول الفيروس، وبمعدل 2772 فحص طبي لكل 10,000 من السكان. شددت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة سرعة الإبلاغ عن وجود أعراض فيروس كورونا كوفيد-19 والاتصال بالرقم 444 بما يسهم في سرعة الكشف المبكر في حال الإصابة بالفيروس، وبالتالي سرعة عزل الحالة القائمة علاجها وتعافيها دون تعرضها لآثار مضاعفة، إلى جانب إمكانية تقليل أعداد المخالطين وسرعة عزلهم وعلاجهم وتعافيهم إن أثبتت الفحوصات إصابتهم أيضا، منوهة بأن الوفيات الأربع الأخيرة كان من ضمن الأسباب الرئيسية لتدهور حالتهم الصحية هو تأخرهم في الإبلاغ فور ظهور الأعراض عليهم. الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أصدرت على موقعها الإلكتروني وصفحتها على تطبيق إنستغرام نهرة أندرسكور بحرين قائمة بأدوية مرضى أو مرض السكري التي تحتوي على مادة ميتفورمين والسليمة الخالية من الشوائب والآمنة للاستخدام والمسموح بتداولها واستخدامها، حيث عممت الهيئة اسم الدواء ومكوناته واسم الشركة المصنعة، كما بينت الهيئة أن أي أدوية أخرى لم تتضمنها القائمة المنشورة يجري التحقق من سلامة نتائجها المختبرية، حيث أمهلت الهيئة شركات الأدوية المعنية مهلة 72 ساعة لإثبات سلامتها، وستقوم الهيئة بتحديث القائمة بناء على ذلك. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، نشرت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الرسمي في إنستغرام عدد من الصور ومقاطع الفيديو التوعوية التي شددت فيها على أهمية التأثير على الشباب والأطفال بتجنب التدخين نظراً لخطورته على صحتهم. وقالت المنظمة أن التبغ يقتل 8 مليون شخص كل عام، وحذرت الشباب والأطفال من مخاطر تدخين التبغ خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. وقال خبراء الصحة أن المدخنين الذين يعانون من فيروس كورونا كوفيد-19 أكثر عرضة للمضاعفات والتي قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة. عبد الله بن عبد المحسن مواطن سعودي يعمل حارس أمن في إحدى المجمعات التجارية بمحافظة جدة، استطاع أن يستغل الوقت الذي يمضيه في عمله خلال فترة منع التجول وإغلاق المجمعات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا في الإبداع والرسم، وهو ما لفت انتباه أحد المواطنين السعوديين الذي قام بتصويره ونشر صوره على تويتر، مما جعل عبد الله يصبح حديث رواد الموقع الإلكتروني في دقائق وعلى مدى أيام. وبدوره قام وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود بالرد عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلا: أبدعت يا عبد الله، استمر، سيتواصل زملائي في وزارة الثقافة معك. استطاعت معلمة بريطانية تحويل جدار حديقتها إلى جدارية كرتونية مدهشة لعائلتها تتضمن 28 شخصية من شخصيات ديزني. وقالت المعلمة أنها تعيش في وقت فراغ أو وقت فراغ كبير بعد إغلاق المدارس في المملكة المتحدة، وهو ما
ألهمها بتحويل جدار حديقتها إلى لوحة فنية على مساحة 40 قدم خلال 8 أسابيع بتكلفة بلغت 100 جنيه استرليني فقط، وشاركت صور الجدار قبل وبعد الرسم عليه على فيسبوك مما أثار إعجاب الآلاف، ووصفها المعجبون بأنها مذهلة وفريدة من نوعها. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند، في أمان الله.